السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع في الأسبوع الثاني الحصة الثانية مع الجليس الصالح حديث شريف. خطوات درس اليوم كما تعودنا أن نبدأ بالدعاء والقرآن الكريم ثم بيان أهداف التعلم ونقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة، نبين المعنى الإجمالي للحديث الشريف ثم نجيب على أنشطة الدرس والنشاط الختامي. القرآن والدعاء، قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ونقول في الدعاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. معيار الوثيقة الوطنية وأهداف التعلم: أن يفرق المتعلم بين الجليس الصالح والجليس السوء. نواتج التعلم: الكل يبين المعنى الإجمالي للحديث الشريف، المعظم يوضح أهمية اختيار الجليس الصالح، البعض يفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء. هيا شاهد الفيديو التالي مبينا الصفات التي لا تحب أن توجد في صديقك. خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية، لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية. وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان، ففي الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ما هي الصفات التي لا تحب أن توجد في صديقك؟ خلق الله الإنسان ما هي الصفات وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين. مراجعة الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الجليس ومن يجالس غيره من الناس، الصالح هو من يدل جليسه على الله تعالى، الجليس السوء هو من يجالس غيره ويصده عن سبيل الله، النافخ الكير، نافخ الكير آلة النفخ التي يستخدمها الحداد لإشعال النار، يحذيك يعطيك، المسك نوع من الطيب يؤخذ من الغزلان. الجليس الصالح في الحديث الشريف، هيا نقرأ الذي هو باللون الأصفر: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
ما الفوائد التي تعود على الجليس الصالح في فهمك لمنافع حامل المسك؟ حامل المسك له ثلاثة منافع، إما أن يحذيك، إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ما هي الفوائد التي تعود على الجليس الصالح من هذه المنافع لحامل المسك؟ إما أن يحذيك، يقدم لك مثلا نصيحة أو يعينك على الخير، هذه منافع الجليس الصالح. طيب، من منافع الجليس الصالح حامل المسك، إما أن تبتاع منه، أي تكتسب منه معرفة أو مهارة، فهذه فائدة من فوائد الجليس الصالح. الثالثة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أي تتأثر بحسن سلوكه وخلقه. الجليس السوء، فشبهه الرسول بنافخ الكير، فشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ما الأضرار التي تنعكس على جليس السوء في ضوء فهمك لأضرار نافخ الكير؟ أضرار نافخ الكير اثنين، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إما أن يحرق ثيابك، الضرر الذي ينعكس عليك من جليسك السوء هو يتسبب لك في مشاكل تربك حياتك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أي يوجهك لكل شر وكل خلق سيء. ما الأسس أو ما أسس اختيار الصديق من خلال هذه الفقرات الموجودة أمامك؟ الأخلاق، العبادة، العقيدة، المساعدة، لا يحب النقد، سلامة الصدر، النصيحة، اجتناب المعاصي، العلم والمعرفة. أسس اختيار الصديق، اختار الأسس التي من خلالها تختار الصديق، والتي ليست من أسس اختيار لا تختارها. الربط بالقرآن الكريم، يقول تعالى في كتابه العزيز: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من خلال هذه الآية، لماذا يندم هذا الصديق على صداقته يوم القيامة؟ لماذا يندم هذا الصديق على صداقته يوم القيامة؟ الربط بالسيرة النبوية، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه معه في الهجرة. تحدث عن سبب اختيار الرسول لأبي بكر الصديق معه للهجرة دون عن أصدقائه الآخرين. الجليس الصالح، قارن بين فوائد الجليس الصالح وأضرار جليس السوء. فوائد الجليس الصالح اكتبها فيه، وأضرار جليس السوء اكتبها فيه. أناقش وأقيم ما مدى صحة العبارة التالية: يعد الجليس غير المباشر كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أشد خطورة على الإنسان من الجليس المباشر. ماذا تفعل في المواقف التالية؟ صديقك يشجعك على الهروب من الحصص، صديقك يرسل لك صور غير مناسبة، تحتاج إلى مساعدة صديقك فيتخلى عنك ولا يساعدك ويسخر منك. الربط بالواقع، ما هي الصفات التي تجعلك تحذر من أي صديق؟ من خلال فهمك، الربط بالإمارات، من خلال فهمك لدرس اليوم، كيف أكون مواطن صالحاً؟ أنفع وطني ودين. وأخيرا جاء وقت النشاط الختامي، قم بالضغط على الرابط أو صور الكيو آر وادخل على هذا التقييم لتست موز لدرس الجليس الصالح، وقيم نفسك ثم بعد. النشاط الأول، جليس السوء، ما معنى المعنى العام للحديث؟ أضرار جليس السوء، ما هي صفات صديقك المفضل؟ ثم النشاط الثاني، تأثير الصحبة السيئة. تأثير الصحبة السيئة، من خلال هذه المجالات، نفسيا كيف يؤثر عليك، كيف يؤثر على أخلاقك، كيف يؤثر على دينك، كيف يؤثر على أسرتك، كيف يؤثر على المجتمع.
شكرا لكم طلابي الأعزاء، أريد منكم أن بعد أن تنتهوا من حل هذه الأنشطة تقومون بتصوير هذه الأنشطة وإرسالها لي أو تسجيلها في دفتر المدرسي. شكرا لكم وبارك الله فيكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلتقي في موعد آخر مع حصص التربية الإسلامية. مع السلامة.